الدقيقتان الاخيرتان من عمر الشوط الاول يا فريق بابا جول جول. الفرنسي الاشقر فعلها جيريمي ماتيو مفتتح المجال التسجيل لصالح فريق فرنسيا عند الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول. هو اول اهداف هذا الموسم في سانتياغو برنابيو، متفوق على الريال بهدف مقابل صفر. ثلاث اهداف سجل هذا الموسم جيريمي ماتيو مع فريق فالنسيا. الكره ضربت في راسه، الدفاع يتفرج، كارثه في دفاع ريال مدريد انه يتلقى هدف بهذا الشكل. كارثه وسط ميدان دفاع ريال مدريد رغم بدايته القويه بفضل بيل، ولكن ان تكون ريال وتتلقى هدف من ركنيه بهذا الشكل غير مقبول تماما في لعبه كره القدم. هل هو الاسبوع الاسود للثلاثي الرابع؟ هي نفسها الاعاده، دي ماريا يرفعها في القائمه الثانيه، خطيره راموس، جول جول يعدل النتيجه. سيرجيو العملاق المتميز يسجل ثلاث اهدافه عند الدقيقه 14. الريال يعود امام فالنسيا في سانتياغو برنابيو. عناصر الريال وكانها تريد ان تقول كيف لنا ان نضيع فرصه مثل هذه، كيف لنا ان نضيع فرصه مثل هذه منحها لنا بالاتليتيكو والبارسا. رونالدو لراموس، راموس بالراس يدخل مع الكره ويعدل النتيجه للريال. هدف مقابل هدف بعد ساعه لعب بشق الانفس. ريال مدريد يعود عندما يكون لديك رونالدو هو الراموس. 99 هدف للريال هذا العام منذ انطلاقة الموسم، في انتظار الهدف رقم 100 وهو هدف الفوز. أنشيلوتي يصل بيريرا، يوصل عليه سفيان، خل بيريرا، فغولي، فغولي عند الكرة، يتوغل فغولي، هيلة منه فغولي، وزع كرة خطيرة لفالنسيا، بابا جول جول يا سفيان يا سفيان. الهدف الثاني لفالنسيا قاتل في الدقيقة 20، وكأن القدر يريد أن يقول بأن اليوم يومكم يا ريال ويا أتلتيكو ويا برشلونة، يوم أسود عليكم، لن يتقرر أي شيء اليوم، كل شيء مؤجل للمباراة الأخيرة، للجولة الأخيرة من الدوري. سيدهم نعم، سيدو كان سيدهم، وفي الغول كان رائعا في التوزيع لسيدو كيطا، جاء من بعيد سددها ارضيه زاحفه على يسار ديغو لوبيز معلنا الهدف الثاني، وكان لا شيء لم يكن للريال، وكان راموس لم يعدل، وما زال فالنسيا مباراه 20 دقيقه لعب لريال مدريد امام فريق فالنسيا. انطلاقه من هناك من كارفاخال، مباراه لم تنتهي، الريال لم يخسر بعد. كارفاخال يوزع كره ممتازه في القائمه الثانيه، خطيره ما زالت الخطوره، دي ماريا يرفع الكره لمن، جول جول. الهدف المئة للريال، سجل رقمين، الهدف رقم 100 للريال. يا له من هدف دي ماريا، وبالعقب الكراتمان، نعم بلقطة كاراتيه كريستيانو رونالدو يتمكن من تعديل النتيجة للريال في الوقت بدل الضايع. صارت النتيجة 2-2. هل عن